السلام عليكم، أنا موقع أونلاين مش محتاج إنك تستوعب برامج خالص، مجرد من متصفح تقدر تشوف السان باس بتاع الشمس أهو، تقدر تقول له أنا في بعض الدايجرام مثلا مش عايز أشوفه، مش عايز أشوف الهور لاين الديلي سان باس، الزاوية بتاعت الشمس، البوزيشن بتاع الشمس، تقدر تختار إيه الحاجات اللي أنت عايز تشوفها. هنا تقدر تختار الكرة الأرضية تبدأ تشوفها، لما انت تحدد بقى انت موجود فين بالظبط، تقدر تتحكم في خطوط طول وعرض من هنا. حسب المكان اللي انت عايزه تقدر تتحكم التايم زون بتاعتك والايام بتاعت السنة، وانت عايز تايم اوف داي قد ايه، وبقى بيجيب لك كل المعلومات اللي انت محتاجها بالشكل دوت. وطبعا تقدر تختار اللوكيشن، ممكن اقول له مثلا انا عايز اللوكيشن بتاعي، فهو هيبدا يشوف اللوكيشن بتاعي فين ويبدا يختار النقطه اللي انا موجود فيها. اهيت انا موجود في المكان دوت، وتقدر تقول له انا عايز اشوف الشارت بالشكل دوت، عايز اشوفه في اكتر من شكل تقدر تختار بينهم. تقدر تقول انا عايز اشوف فتره الصيف هتبقى عامله ازاي، طبعا الصيف قطر لذيذ يعني وهكذا.